دائما ما ننتظر فصل الصيف للتسليه والوقت الحلو اكيد والشواطئ وغيرها، ولكن خلال هذا الفصل تحديات عده تواجه الناس وخصوصا رواد الشواطئ. السبب هو ان البيئه الشاطئيه تجلب مجموعه من المشاكل والتحديات الصحية لنا. صحيح رغدة، ومن أغرب تلك التحديات لدغات بعض الحشرات الغريبة كحشرة اسمها الدعسوقة. هذه الحشرة تعتبر من إحدى فصائل الخنفساء، تنتشر في أغلب بقاع الأرض وتظهر على شواطئ الإسكندرية. نعم، وأيضا هناك حشرات أخرى اسمها السوس غزت هذا العام بالآلاف شواطئ مدينة الكرمل القريبة من مدينة حيفا، أربكت الناس هناك. هي حشرة معروفة عنها أنها مضرة جدا للمزروعات، وطبعا دون تغافل عن حوادث سمك القرش مؤخرا التي قامت بهجمات قاتلة على بعض الشواطئ، منها ما شاهدناه في الآونة الأخيرة في الغردقة على البحر الأحمر، حيث هاجمت سمكة من نوع قرش النمر شابا روسيا وقتلته في الماء. وفي الجزائر تعاني العديد من الولايات في السنوات الأربع الأخيرة من انتشار بعوض النمر، من بينها الجزائر العاصمة، حيث أصبح هذا النوع من البعوض مزعج جدا للمواطنين. بوعلام دلالي من بين الذين تعرضوا للدغة بعوضة النمر، معتقدا في البداية بأنها قرصة بعوضة عادية، لكن الحكة المتزايدة وتقيح المنطقة الملذوعة جعلته يلجأ إلى المستشفى ويكتشف طبيعتها بالفحوصات الطبية. نتابع. تعرضت لسعة من بعوضة النمر هدية هنا في الدار، احنا بسكننا الجنان، قاستني عادي حكيت ما حبيتش تبرد، حسيتها بلي مايش شغل بعوضة عادية، فهمني اني نحك تجرحت باش حبست، كي حبست كمت نورمال رحت الخدمة ديالي عادي، هذيك الجرح هذيك بدا يكبر، بدا يقوى وبدا يكبر الجرح هذاك، كل نهار يزيد شويه. خرج اللقاح ومن بعد انا استهزيت لها مع الاول، انا قلت بالك دوك نداويها في الدار سيبو، بعد شفت بلي القطر تاعها شغل كبر، تما توجهت للمستشفى محمد الامين دباغي من باب الواد، شفت واحد صديق ديالي يخدم تماتيك، قال لي هادي، قال لي تجري بها في سيرفيس تاع الجلد، تبعت عليه عطوني دواوات كانوا ينقوها لي يوم بيوم، نهار نقيها ونهار لا لا، درت تحاليل طبيه خرجت لي بلي عندي شغل ميكروبات في الجرح هذاك وفي الدم، مشات لي حتى في الدم، درت يعني التحاليل ديالي، درت اشعه، لحقت حتى وين درت دي فاكسان شغل حقن تاع الميكروبات، درت اربع خطرات من هذيك بعوضة النمر. الحمى ما جاتنيش بس كنت اكتيف، كنت نخدم، حسيت تعاود شنو رجلي، حسيتها بلي شغل كانت تاعي وتوجعني، سورتو انا قاسني في المرفق تاع الرجل تحتاني، حسيت ما كنت اليومات الاولى كنت نوقف عليها، من بعد كي بدات تكبر وليت ما قدرتش نوقف عليها، تما اللي توجهت للمستشفى. الاجراءات هو بيت القصيد، ليس فقط ان نعرف المعلومات الطبيه، انما الاجراءات ايضا اربعه مراحل. المرحله الاولى الاجراءات الوقائيه العامه التي تعود الى برنامج وزاره الصحه وبرنامج مصالح الصحه في البلديات. هناك الوقاية الخاصة، وقاية الشخص، أيضا الوقاية الشخصية، وقاية الشخص خارج المنزل، وقاية المنزل، ووقاية داخل المنزل لمنع البعوض يدخل، وضع بعض أنواع الأحواض الزهور من نوع خاص، النعناع البري، الحبق، قرنفل، خزامة، سيترونيل، هذه تمنع إلى آخره. داخل المنزل قبل كل شيء المروحة والمبرد لتخفيف الرطوبة، وأيضا المروحة تربك حركة البعوض، المبيدات، استخدام المبيدات، وأيضا بالدرجة الأولى خاصة من جهة النساء الابتعاد عن وضع أحواض أو أواني فيها ماء مكشوف.
الدرجة الثالثة علاج الإصابة. الإصابة كما قلنا لا يحس بها المرء مباشرة لبعد ساعة، عندما يحس بها وبيشوفها منتفخة مختلفة عن كذا فورا يذهب إلى غسيل المنطقة بالماء الساخن لكي يزيل لعاب البعوضة النمر التي يمكن أن تجري تحسسا إضافيا إلى جانب اللدغة. اثنين، وسائل عديدة، يمكن أن يضع الثلج الجلاسون بعناية، يمكن أن يضع الخل، أن يضع فص من الثوم، أن يضع قطعة من البصل، يلجأ إلى القرنفل. إذا حدثت أعراض حمى فيما بعد، هذه الدرجة الرابعة إن صح التعبير الضرورية، باعتبار الدرجة الثالثة ممكن المريض يعالج نفسه كما قلنا، ممكن يروح لعند طبيب، خاصة عندما يكون في الوجع، عندما يكون أطفال فالأهل يخافون. لكن في حالات وجود حمى وأعراض شبيهة بأعراض الجريب، بمعنى أن إذا كانت البعوضة العادية تحمل بعض الطفيليات بما فيها الملاريا في بعض بلدان أفريقيا، فهذه البعوضة في جنوب شرق آسيا بعوضة النمر تحمل قرابة 20 نوع من الفيروسات، وهناك حمى الفيروسات 3-4 أنواع معروفة، لكن خاصة ما يسمى حمى الضنك والزيكا وال يعني حمى غرب النيل إلى آخره. هذه الأمور تحتاج مراجعة الطبيب، نادرا ما تكون خطيرة، لكن يمكن أن تكون خطيرة حسب بعض البنى من حيث المناعة، وتحتاج إلى متابعة ورقابة. بالحديث عن البعوضات في الصيف، نتحدث عن ما هي بعوضة ناموس النمر الناقلة للأمراض بحسب موقع UC Riverside. بعوضة ناموس النمر تنقل أكثر من 22 مرضاً فيروسياً، أخطرها فيروس حمى الضنك والحمى الصفراء وفيروس غرب النيل والتهاب المفاصل الوبائي. من أعراض لسعة بعوضة الناموس أو ناموس النمر، الشعور بحكة شديدة، احمرار بالجلد، وأحياناً تورم وانتفاخ في المنطقة التي تتعرض للدغ. في حالات معينة قد تصيب أو تصاب بالشلل وحتى الموت. يمكن طرد البعوض باستخدام بعض المواد كمواد التدهين على الجسم، الرش أو زيوت أثيرية مختلفة، كما يمكن استخدام ناموسية لسرير الأطفال. وبالإمكان أيضا تقليل عدد بعوض النمر في منطقتنا عن طريق التخلص من أماكن تكاثرها عبر إزالة أي عبوات مملوءة بالماء وإفراغ أطباق مياه الحيوانات الأليفة وأحواض السباحة البلاستيكية مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. ويجب القضاء على مواقع تكاثر ناموس النمر عبر تجنب تجميع السيارات المهجورة، الآلات القديمة والطبول وغيرها من الخردة في الأماكن الخالية. إذن رغدة، بعد أن تعرفنا على ناموس النمر بشكل موسع، علينا أن ننتقل لسؤال، وهو هل تعرضت للدغة من إحدى الحشرات التي تغزو الشواطئ في يوم من الأيام، أو تعرضت لأحد التحديات التي تواجه رواد الشواطئ في فصل الصيف؟ أسئلة طرحتها الحرة في الشارع العربي وعادت لنا بالإجابات التالية. فعلا في بعض الأماكن في هذه الحشرات منتشرة، ويفضل الابتعاد منها أو السباحة في المناطق المخصصة للسباحة والمناسبة، وإذا كان المكان غير مناسب يفضل عدم التوجه إليه. صراحة البحر ملأ أمان، ما أقدر أقول لك إنه ما أقدر أستبعد عن النهاية، فيفضل السباحة في المناطق المخصصة والابتعاد عن الأماكن العميقة أو الدخول في المكان العميق اللي هو مو مخصص للسباحة. فأسماك القرش ما أكيد يعني ما بتجي على الشواطئ أو على السواحل المخصصة للسباحة. والله نسمع فيها لكن إحنا ما تعرضنا لها، وإحنا من مرتادين البحر يعني بشكل نفس ما تقول شبه يومي، يوم وترك نسمع بهذا الكلام، بس ما شفنا بصراحة ولا تعرضنا لها، لا إحنا ولا الأولاد. سمعنا في مصر بأسواق القرش، وسمعنا في كل مكان، بس بالنسبة لهني مكان آمن وساحل مش عميق ولا شيء، والتراب نطي جدا ما يعور الأطفال ولا شيء. يخلي بالهم يعني don't go that far يعني في البحر، خصوصا بعد هجمات القرش اللي بنسمع عنها دي في كل حتة. بس غير كده لا، have fun يعني. كنت خفت يعني، خفت جدا يعني،
وخصوصا احنا بعديها يعني انا صيفت في مصر، لو انت بتتكلم على حادثه الشرق بتاعت الغردقه دي، فبعديها حوالي بثلاث اسابيع احنا كنا فعلا في الغردقه. عاوز اقول لك الناس كلها اجانب مصريين كله ما بيعديش يعني يا دوبك الاول 20 30 متر حلو، بيبقوا واقفين على الرمله، ما حدش بيجو خالص في الديب ووترز، كله خايف طبعا من اللي بيحصل يعني. وينضم لنا من عمان مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بالعاوي. دكتور، ما هي أبرز التحديات اللي تواجه رواد الشاطئ في الصيف اليوم؟ صباح الخير يا ستي لك وللمشاهدين الكرام. يعني بلا أدنى شك أنه الناس في هذه الأجواء ترتاد الشواطئ، وفي هذه الأجواء الحارة نسبياً بالنسبة للسنوات الماضية، أتوقع أن التحدي هو درجات الحرارة، بمعنى الأشعة الشمس المباشرة نحو الجسم، وبالتالي ممكن تسبب عنا حروق في الجسم، ممكن تسبب في عنا التهابات، ممكن أيضاً أن تسبب عنا نوع من أنواع الإكزيما، وبالتالي يبدأ الإنسان يحك جسمه أو يشوف طفح على جلده. طبعا هذا أيضا النوع من الإكزيما ممكن يكون بسبب أيضا السباحة في البحر، لأنه في البحر ممكن يكون في عنا بعض الطفيليات اللي بتسبب عنا أيضا نوع من أنواع هاي الإكزيما. يعني أنا باعتقادي هاي أهم التحديات اللي إحنا نتوقعها في خصوصا هذا الظروف من ارتفاع درجات الحرارة. نعم يعني دكتور ضرار، من بين التحديات أيضا هناك الحشرات، لذلك ما هي أنواع الحشرات أو البعوض التي يخشى من لسعتها في موسم الصيف في منطقتنا العربية وما هي مخاطرها؟ يعني ستي في المناطق العربية، يعني بدي أطمن والجميع ممكن يعني يكون عارف هاي المعلومة، إحنا ليس عندنا حشرات سامة إذا صح التعبير. يعني إحنا دائما يعني ما نسمع وما ندرس وما ندرس حقيقة هاي الحشرات والأمراض التي تنقلها، خصوصا في منطقة أفريقيا، خصوصا في المناطق المدارية الاستوائية، لكن لحسن حظنا إلى غاية هاي اللحظة في مناطقنا العربية نعتبر بأن الشواطئ آمنة ولا وجود لحشرات سامة اللي أنا الآن ممكن يعني أذكرها. فيعني الأمر لا يتعدى النحل، الذباب، الدبور، وبعض أنواع الناموس اللي هو البعوض اللي ممكن أنه يعني يلسع الأشخاص في الشواطئ، وبالتالي ممكن يسبب لهم بعض الطفح الجلدي اللي ممكن يزول باستخدام بعض يعني الاستطبابات المنزلية، كما سمعنا في تقريركم الجميل، والله قطعة ثلج بحط عليها، ممكن أحط عليها خل، ممكن أحط عليها بعض فص من الثوم، وبالتالي بتخف. طبعا دائما نقول أنه إذا هاي الأعراض تضاعفت إلى وجود أعراض جسمانية مثل ارتفاع درجة الحرارة وبدأ الشخص يحس ب يعني أعراض أخرى، طبعا لا يجب الذهاب إلى المستشفى، لأنه ممكن يكون لا سمح الله نوع من أنواع الحشرات اللي بدأنا الآن زي ما بحكي أنا لغاية هذه اللحظة ما عندنا حشرات سامة في الميدل إيست في الشرق الأوسط، لكن مع ظاهرة الاحتباس الحراري والتصحر والتحضر إزالة يعني هاي المساحات الخضراء الجميلة إزالتها، ويعني بدنا نحط محلها البناء، صرنا نشوف نعم نوع من أنواع البعوض اللي هو بنعرفه في أفريقيا الآن بدأ يأتي إلا في الشرق الأوسط، لا بل هو موجود الآن في أوروبا وكمان في أمريكا وفي كندا. طيب لا دكتور، الزعج المصرية والزعج البيضاء. نعم دكتور، زي ما شفنا حدث في تقريرنا اللي سبق هذا عن بعوضة معينة، بعوضة أو ناموس النمر هذا اللي ينتشر مؤخرا في الجزائر، ما مدى خطورتها وكذلك كيف يمكن علاجها، علاج لسعتها يعني؟ نعم يعني ستي احنا يعني ما بدنا نخوف الاخوه المشاهدين، يبقى الامر كما قلت هو الاستثناء وليست القاعده، القاعده ما في عندنا حشرات احنا يعني سامه وتنقل نوع من انواع الفيروسات الخطيره. الزاعجه البيضاء او ما تسمى ببعوضه النمر الاسيوي هي
نوع من أنواع البعوض، وفي نوع يعني بنت عمها إذا صح التعبير، مثلا الزعجة المصرية، هاي كلها نوع من أنواع البعوض الموجود بأفريقيا وموجود كما قلت في المناطق المدارية. هذا البعوض يعني يتميز بلونه الأسود المرقط يعني خطوط بيضاء، وينقل يعني نعم أكثر من 22 نوع من الفيروسات، أهمها اللي بنسمع فيها الآن مثل حمى الضنك دينج فيفر، ومثلا حمى غرب النيل، الحمى الصفراء، حمى زيكا مثلا، والشيكونغونيا. طبعا هاي كما قلت الأنواع أو هاي الأمراض غير منتشرة في بلادنا لأنه هاي البعوضة مش منتشرة، لكن نعم. هل ممكن نلاقيها؟ نعم، زي ما فضلت حضرتك في الجزائر كان في عندنا نوع الزعجة البيضاء، النمر، بعوضة النمر الآسيوي، وقد سببت حالات، ولكن الحمد لله حالات كانت بسيطة وما أدت إلى أنه يصير في عندنا انتشار في الجزائر. يعني دكتور، بعيدا عن المسببات التي قد تؤدي بسبب لدغة الناموسة، تبقى لدغة الناموسة مؤذية للناس، لذلك ما هي الإجراءات الوقائية التي يمكن الالتزام بها قبل التوجه إلى الشاطئ منعا للتعرض لأي لدغات؟ ستي، طبعا يعني في ظل ارتفاع درجات الحرارة اللي حكيت عنه، بغض النظر ذهابنا إلى الشاطئ أو غيره، دائما وأبدا أنا أنصح بأن الوقاية خير من قنطار علاج. الوقاية يعني أنه يجب أن أضع على جلدي، على الجسم اللي يعني بده أشعة الشمس يعني تواجهه أو يعني معرضة لها، إنه نحط عليه ما يسمى بالصن سكرين، يعني الدهونات اللي بتحمي من أشعة الشمس، لا سيما أشعة الشمس فوق البنفسجية اللي ممكن تسبب عنا مضار. نلبس دائما ملابس طويلة، يعني ما يكون في عنا جلد، إذا كنا عارفين رايحين على منطقة مثلا كما الشاطئ، كما والله بروح أنا على مزرعة، بروح على منطقة خضراء، ألبس مثلا الأكمام تكون يعني طويلة، وألبس بنطلون يكون مغطي سائر جسمي. طبعا يكون معي بعض كما قلت الأدوية المنزلية، في بعض المراهم زي الكورتيزونات البسيطة أو بعض يعني الأدوية ضد الحساسية تكون معي في حال أنا تعرضت لهاي الحشرات أو صار في عندي تحسس ما. يعني هاي من أهم الأشياء اللي دائما أنا بتحدث عنها في المنزل طبعا، أو في أماكن ممكن أنا يعني أقدر أني يعني أسيطر عليها. طبعا دائما أتكلم أنا عن استخدم الناموسية، هاي ضد البعوض، دائما نحط الشبك على النوافذ منعا من دخول أي حشرات لا سيما البعوض. يعني هاي أهم الحقيقة الـ كما قلت عوامل الوقاية اللي لازم كل شخص يستخدمها قبل ما لا سمح الله يتعرض لأي لسع من لسعات أي حشرة لا سيما البعوض. نعم، يعني في الختام نشكرك دكتور على هذه النصائح التي قدمتها لنا والمعلومات أيضا. كنت معنا مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية دكتور درار بالعاوي، شكرا جزيلا لك.